مرحبا بكم مرة أخرى. مشكلة الخوف والارتباك عند تحدث اللغة الإنجليزية مشكلة شائعة عند كثير من الناس، لها أسباب متعددة. أهم هذه الأسباب هو الخوف من الأخطاء، لسانك وعقلك غير متفقين، نقص المفردات أو نسيانها، محاولة ترجمة الكلام العامي في رأسك إلى الإنجليزية، حفظ الكلمات وليس الجمل والأسئلة. تعالوا نحلل هذه الأسباب بشكل سريع. كل شخص قد يكون لديه سبب أو سببين أو جميع هذه الأسباب جعلته يخوف ويرتبك عندما يتحدث اللغة الإنجليزية. نحن نريد أن يعني نزيل هذا الخوف والارتباك ونجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية بسلاسة. العملية بسيطة جدا، العملية إنك تحتاج فقط أن تركز على كلامي هذا. الخوف من الأخطاء، لولا إن الإنسان بيخاف من الخطأ تجد الكثير هيتحدث اللغة الإنجليزية، لكن هناك بعض الناس وضعوا في عقلهم إنه أنا لو أخطأت سيكون موقفي محرج، سيكون موقفي مش تمام أمام الآخرين، وهذه المعضلة وهذا الموقف قد حصل أكثر من موقف أمامه، جعله يعتقد أنه لو أخطأ إنه خلاص هيكون موقفه محرج. وأنا أؤكد لك إنك لابد غصبا وضروري وغصبا عني وعنك إنك تغلط. إيش رأيك؟ نعم، لابد إنك هتغلط. ما هو مستحيل إنك أنت هتتكلم بدون غلط. هذه أول شيء نتفق أنا وأنت عليها. لابد إن أنا وأنت نتفق إنك أنت لابد إنك هتغلط. واحد يقول أيوه بس في غلط عن غلط، ما فيش غلط عن كله غلط. كله غلط. بس أنا تعبان، أنا نطقي يضحك، أنا لا 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 لا. لا. كل الناس نطقهم بيضحك. النطق العربي في بعض اللهجات بيضحك. النطق هندي بيضحك. نطق افريقي بيضحك. في ما فيش عصب، ما فيش حد اسمه بيضحك. يعني احنا بس بنقول انه شكله غريب، يعني ممكن انت تضحك ولا، بس ما فيش عيب في التعليم. النقطه الثانيه، لسانك وعقلك غير متفقين. هذا يعني ايش يعني هذا الكلام؟ لما نقول لسانك وعقلك غير متفقين، انت محتاج انك تعود عقلك انه يكتشف انواع معينه من الجمل بحيث انه مباشره يختار الجمله المناسبه للكلام اللي تحب تقوله. واحد يقول لي مش فاهمك تماما، عيد الموضوع. عقلك ولسانك مش متفقين، يعني انت الان لما تريد ان تتكلم عقلك ما فيش خط واصل ما بين الدماغ واللسان بحيث انه يكون متفق. الان تلاحظوا انا بتكلم معكم بكلام متسلسل، لا اتوقف في الكلام، لا احاول ان انا ليش؟ لانه انا خلاص عندي الكلمات والجمل والعبارات في دماغي وفمي متفقين، فالكلام يمشي مباشرة بشكل انسيابي ومنسق. أنت كيف تجعل هذا الموضوع في لغتك الإنجليزية؟ الأمر بسيط جدا، ركز معايا. من المهم جدا أنك تعرف أنه أنا لما أجي أتكلم أو عندما أريد أن أتحدث اللغة الإنجليزية هناك تقريبا 15-17 نوع من العبارات اللي غالبا أنت بتبدأ فيها تتحدث اللغة الإنجليزية، مثل I am، أنا أكون، I can، أنا أستطيع، I have، أنا عندي، I will، أنا سوف، I might، أنا من المحتمل، I have to، أنا يجب، أو I must، أنا يجب، I could، أنا استطعت، I was، أنا كنت، I go، أنا أذهب، أو الماضي منها I went، أنا ذهبت، I want، أنا أريد، أو الماضي منها I wanted، أنا أردت، I like، أحب، I liked، أحب، I see، أرى، I saw، رأيت. وكذلك I have to، يجب. يعني تكلمنا على جمل انت لو ركزت عليها هي اصلا اغلب جملك بتبدأ بهذه العبارات. واحد يقول لي يعني اثبت لي كيف يعني، ما هو اصلا عندما تتحدث مع اي شخص اما تقول له والله انا مبسوط ان انا شفتك، انا مسرور، I am happy to see you، والله انا بس عندي كان مشكلة حاب اكلمك، I have a problem، وانا مش قادر اكلمك الان لاني مشغول، I can't tell you the problem now، أو I can't explain the problem now، I am busy. ركز معايا، I am، I can، I have، هي هذه الجمل اللي انت بتحتاجها. I will tell you، أو I will explain the problem to you tomorrow، أنا هشرح لك إن شاء الله المشكلة غدا. I might call you tomorrow morning، أنا قد أتصل بك غدا صباحا. I have to go now، أنا لازم أمشي الآن. I am sorry، I am late، أنا متأخر. شوف أنت كل العبارات اللي أنا ذكرتها فيها I am و I can و I have و I will و I might و I have to، هذه هي العبارات اللي عقلك المفروض تتفق لسانك
مع عقلك. هذا ما أقصده، عندما يتعود عقلك أنه يعرف يختار الجملة المناسبة لكلامه، هتشوف أنه عقلك ولسانك متفقين على طول، يختار العبارة. والله أنا لم أستطع أن أتصل بك، I couldn't call you لأنه كنت مريض because I was sick. I was sick، شوف I could استخدمتها أنا، ومعها طبعا نفي I couldn't، و I was استخدمتها لأن أنا كنت مريض. طبعا ركز معايا، هذه الجمال، هذه العبارات، هذه الأشياء لابد أن يتفق عقلك مع لسانك، فسجد الأمر بسيط. واحد يقول طب أوكي أنت كشفت لي النقطة، لكن كيف أمارسها؟ مارسها في أنك أنت تعمل تدريب ذهني. هذه النقطة رائعة جدا، ركز معايا. التدريب الذهني هذا وانت في الممشى بتتمشى، في أي بتشرب كافيه، ما عندك أي شيء. التدريب الذهني رائع جدا. ما معنى التدريب الذهني؟ أن أقوم بتكوين جمل وأنا بتخيل نفسي I am محمود، I am from Egypt، I like كذا كذا، I like strawberry، أحب الفراولة، I don't like، وشوف شوف بالضبط أنت إيش اللي ما بتحبه بتحبه. I can speak Arabic، I can speak English، I have، أنا عندي a good family، I will travel، أنا سوف أسافر to Paris with my family، هسافر إلى باريس مع عائلتي، أو شوف فين هتسافروا، يعني كل واحد له ظروفه. I might go to the village، أنا قد أذهب إلى القرية with my family مثلا. I have to، أنا يجب أن أنا أعمل كذا. I could، كون كون، اعمل تمرينات. وطبعا كل هذه الجمل اللي أنا ذكرتها مسبقا، سواء I am، I can، I have، I will، I might، I could، I was، هذه ممكن تضع بعدها not تصبح جملك منفية، يعني I will not go، I have، I have not، ولا I don't have، هذه أو I have to يجب، و I don't have to لا يجب علي. حاول تتدرب على هذه الموضوع. طيب المشكلة إنه واحد، أنا حليت مشكلة الخوف من الأخطاء، وتكلمنا على كيف تربط لسانك وعقلك تخليهم متفقين. طيب تعالوا نحل مشكلة نقص المفردات أو نسيانها، والذي كثير بيتكلموا أنا بنسى الكلمات. يا حبيبي، النقطة الثالثة والرابعة مرتبطة مع بعض. عشان ما تنسى الكلمات، لا تحفظ كلمات، احفظ جمل واحفظ أسئلة واحفظ عبارات. وعندما تحفظ الجمل هذه والأسئلة والعبارات، قم بتغيير كلمة واحدة سواء في السؤال أو في الجملة أو في العبارة. بعد كذا أنت هتجد نفسك إن الكلمات مش ناسيها ولا العبارات. واحد يقول لي لا مش واضح، فهمني. يعني مثلا أنا لو طلبت منك إنك أنت تحفظ كلمة what، ستقول لي what معناتها ماذا، ودو، دو معناتها يعمل، ويو، يو معناتها أنت أو أنتم أو أنتما أو أنتن، want، وانت معناته يريد. شوف انت كيف بتتعب، انا مش حابة تعبك، انا اريدك انت تفهم السؤال what do you want، what do you want كامل ضربة واحدة، ماذا تريد، غير لي اياها انت، انا اطلب منك، بدل ما تكون ماذا انت تريد ماذا انت تحتاج، هيا احسن what do you need. طيب غير لي السؤال هذا، ماذا انت تحب، احسنت what do you like، غير لي هذا السؤال، ماذا انت تكره، well done، أحسن what do you hate، what do you hate اللي هو ماذا أنت تكره، ماذا أنت تدرس، what do you study. شوف إحنا الآن حفظنا السؤال، لكن الكلمات لو جيت أنت تأخذ كلمة study و hate و like و need و want و make، هذه كلها كلمات ممكن تنساها وسهلة للنسيان لأنه الكلمات كثيرة لكن الجمل قليلة. لكن تحفظ جملة أو سؤال وتغيره. واحد يقول لي طب هذا السؤال ما هي الجملة؟ الجملة what do you want، I want بيبسي، غير لي البيبسي، I want cake، I want ماكدونالدز، هامبرجرز، تمام، I want a hamburger. انت الآن لو ركزت معايا، انت بتكون سؤال وبتكون جملة، تكوين السؤال بتغير الجمل، والجمل أيضا بتغير العبارة كلمة واحدة. إذا أنت الآن ضربت عصفورين بحجر واحد، حفظت كلمات أكثر وما نسيتها، وحفظت جمل أكثر. طيب المشكلة اللي تليها، محاولة ترجمة كلامي العامي في رأسي في اللغة الإنجليزية، ما هي هذه المشكلة أنا تحدثت عنها. أنت بدل ما تحاول تترجم I want، أنت لو عندك عبارات جاهزة وأسئلة جاهزة انتهت مشكلتك. واحد يقول لي يعني وضح لي الكلام هذا، يعني كما أخبرتك مسبقا Who gave you the money؟ هذا السؤال انت لو حفظته، من اعطاك المال؟
على فكرة هتقولي كم أحفظ أسئلة يا أستاذ مراد؟ الأسئلة كثيرة جدا. لا مش كثيرة، الأسئلة ممكن تكون 100 120 150 كأقصى حد، وأنا جمعتها في 4 أو 5 فيديوهات في قناتي، يعني جمعتها وكنت حتى صعب أحصل أسئلة، يعني بالكاد بالكاد جمعت تقريبا حدود 120 130 سؤال، ويمكن أنا أظهر لكم الفيديوهات الآن على الشاشة، أنا جمعت في أشهر الأسئلة والإجابات. حاولت أشوف غير الأسئلة هذه تقريبا مش موجودة. فانت لو تشاهد مثلا فيديو من هذا، فيديو فيديو فيديو، انتهت مشكلتك. جمل واسئله او اسئله واجابات، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فمش كثير، بدل ما انت تجلس تترجم الكلام في عقلك، هو جيف ذا ماني، الجمله او السؤال جاهز في عقلك، من اعطاك المال؟ غير لي الماني، هو جيف ذا باك، من اعطاك الكتاب؟ هو جيف ذا رينز، من اعطاك الحلقه؟ هو جيف ذا موبايل؟ هو جيف ذا بوكس؟ هو جيف ذا بيلت؟ من اعطاك هو جيف ذا جاكيت؟ Who give you? Who give you? Who give you? Where do you work? انت حافظ where do you work? Where do you study? Where do you live? Where do you drink coffee? Where do you eat lunch? كل هذا انت بتحفظ وتغير. اذا بطل انك انت تحاول ترجم الكلام اللي في راسك الى اللغة الانجليزية. طيب في نفس النقطة هذه، ترجمة الكلام العامي مشكلة بحد ذاته. الكلام العامي صعب عليك، يعني واحد يقول انا ما ابغى، أنا ما بدي، أنا ما أشتي، لهجات، أنا ما داير بالسوداني، أنا هذه كلها لهجات. إحنا ما نريد هذا عشان لا تصعب الموضوع، أنت خليها أنا لا أريد. يعني كل ما تريد أن تترجم كلام أو تحول كلام في عقلك، خليه بدل ما يكون من اللغة العامية، لا خليه باللغة العربية الفصحى، هيسهل عليك عشان تحوله للكلام الإنجليزي. أنا كده تقريبا أجبت لك على جميع الأسئلة وحلينا جميع المشكلة. الخوف من الأخطاء تكلمنا عليه، أنه مستحيل تتعلم بدون ما تخطأ، ولا تقلق، اغلط وعلى حسابي وأنا أدفع الفاتورة. لسانك وعقلك غير متفقين، خبرتك كيف أنك أنت ممكن تخلي عقلك ولسانك متفقين عن طريق أن تكون عندك جمل وعبارات معروفة بتستخدم بشكل دائم، نخسر مفرداتها ونسيانها. كلمتك انك انت لا تحفظ كلمات، احفظ جمل واسئله وغير الكلمه في السؤال وغير كلمه في الجمله. محاوله ترجمه كلامك في راسك الانجليزيه، في نقطتين في هذا الموضوع، حاول انك انت تحفظ الجمله والسؤال هي نفس النقطه، وحاول انك انت ما تحاول تترجم اغلب الكلام لانه هيتعبك، وتشاهد الفيديوهات اللي حدثتك عليها، تكون الاسئله هذه جاهزه وكل شيء جاهز عندك. ونفس النقطة، لا تترجم الكلام العامي، حاول تخلي الكلام عندك من اللغة العربية الفصحى إلى لغتك الإنجليزية. وأخيرا حفظ الكلمات وليس الجمل، هذه أنا حدثتك عنها ودائما أنصح فيها، لا تحفظ كلمات، احفظ جمل. نجيب الآن على الواجب الخاص بالدرس السابق. لكي نتأكد أنك استوعبت درس اليوم، هعطيك واجب هومورك ركز عليه، وإن شاء الله سأجيب عليه في الحلقة أو الدرس القادم. خليك معايا.